يسعد صباحكم واهلا بكم في حلقه جديده من صباح الشرقيه، يوم جديد وامل يتجدد، وان شاء الله بدايتنا بدايه خير على الجميع وبدايه صباحنا خير وطاقه على الجميع. حلقتنا منوعه وبها الكثير من الفقرات المختلفه، خلينا نبداها باهم العناوين. كم عدد افراد عائلتك وهل انت المسؤول عنها ام هناك من يشارك في ذلك؟ هذا هو موضوع استطلاع حلقتنا اليوم، شاركنا بالحديث عنه عبر السكايب الدكتور كريمه الترابي. مهرجان المنتج الوطني لدعم الطاقات الشبابيه وعرض المنتجات المحليه والاعمال اليدويه من السليمانيه. تخثر وتجلط الأوردة العميقة، يحدثنا عنها ضيف استوديو أربيلة الجراح الاستشاري مصطفى خليل حميد. استمرار الاحتفاليات بيوم المرأة العالمي كمبادرة تحفيزية للنساء في إحدى الجامعات من صلاح الدين. وفي أخبارنا المنوعة لليوم، لأول مرة منذ 62 عاماً تغيير سجادة الأوسكار الحمراء إلى لون آخر، وامرأة حامل تقود طائرة مقاتلة تفوق سرعة الصوت، فما قصتها؟ راح نتعرف على التفاصيل أكثر في حلقتنا لليوم. أما سؤال حلقتنا التفاعلي لليوم، ما ترتيب تسلسلك في العائلة وهل أنت المسؤول عنهم؟ تقدرون تشاركونا آرائكم والكومنتس على الكيو آر كود اللي يظهر أسفل الشاشة، يأخذكم مباشرة لصفحتنا عبر الانستغرام وتقدرون تشاركون كل آرائكم. قبل ما نبلش حلقتنا خلينا نشوف حالة الطقس والأجواء في عموم العراق. مثل ما شفنا الأسبوع الماضي كانت الأجواء ممطرة، إن شاء الله يا ربي هالأسبوع يكون صحو. ونبدأ حالة الطقس من بغداد. درجة الحرارة اليوم في بغداد 22 درجة مئوية غائم، من المتوقع أن يكون غد 21 درجة مئوية غائم جزئي، وبعد غد 23 درجة مئوية مشمس. والموصل درجة الحرارة اليوم في الموصل 19 درجة مئوية غائم، من المتوقع أن يكون غد 22 درجة مئوية غائم، وبعد غد 21 درجة مئوية أيضا غائم. والبصرة درجة الحرارة اليوم في البصرة 23 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 16 درجة مئوية مع هطول القليل من الأمطار، وبعد غد 22 درجة مئوية مشمس. وأربيل حالة الطقس اليوم في أربيل درجة الحرارة 19 درجة مئوية غائم، من المتوقع أن يكون غد 21 درجة مئوية مشمس، وبعد غد 20 درجة مئوية أيضا مشمس. كانت هذه الأجواء في عموم العراق ما عدا البصرة، بعد باكر تكون شوية أكو أمطار قليلة. طبعا العائلة هي أهم ما نملك، ومسؤوليات الحياة ما تخلص، لكن أحلاها هي مسؤولية العائلة، ومهما كانوا بعيدين أو قريبين، عددهم كبير أو قليل، فحيظلون هم السند والأمان، وإحساسنا بالمسؤولية تجاههم ما يتغير لوش قد ما نكبر. باستطلاع اليوم سألنا شارع العراقي كم عدد أفراد عائلتك وهل أنت المسؤول عنها أم هناك من يشاركك في ذلك؟ خلنا نروح ويا جوان ونشوف استطلاعنا لليوم. صباح الخير عليكم مشاهدين صباح الشرقية، كم عدد أفراد عائلتك وهل أنت المسؤول عنهم أم هنالك من يشارك في ذلك؟ خليكم ويانا نسمع آراء الناس. احنا الام والاب يعني سته احنا، اي ومشاركه انا وزوجي. اي مشاركه من اي ناحيه؟ يعني تقريبا من كل النواحي، جميع النواحي. هل موضوع المساعده والمشاركه من زمان؟ اي من زمان، من بدايه زواجك؟ من بدايه زواجنا، اي احنا متعاونين. ايش بالعوائل اللي يكون اعتمادها الكلي على الوالد من جميع النواحي؟
ولازم اكو تعاون، يعني لازم اكو تعاون. يعني اذا المرأة تقدر تعاون زوجها ما بيها شيء، بالعكس، لان هي الحياة صعبة صارت، لازم اكو تعاون. بالنسبة للاولاد في حال كبروا، هل عادي انه مثلا يعاونون اهلهم؟ اي طبعا اكيد، احنا ربيناهم على هذا الشيء، انهم يتعاونون ويانا، والحمد لله والشكر. يعني هسه يعني كل واحد صار عنده استقلاليه بمساعدتنا ومساعدتهم هم. طبعا انه اعداد عائلة سبعه، وانه اللي شاركني به والدي واخوي اخواني هم اللي يعيلون العائله. انا ماني طالب، يعني طالب جامعي، اي فاني هذا هو. كمان اخوك كبر اللي يعيل العائله؟ طبعا من زمان، يعني انا من وعيت على الدنيا شفت انه اكثر شيء والدي اللي هو ملتزم العائله كامله من كبيرها صغيرها، واللي ما يطلع خارج اطار الاخو اخواني، واحنا كله نفس الشيء. شنو رايك بالعوائل اللي يكون اعتمادهم الكلي على الوالد؟ لا طبعا شيء غلط، لازم انه الولد من يكبر انه لازم يعرف نفسه انه هذا الحد، لازم يطلع انه يعيل نفسه، خما يبقى طول العمر الوالد. كل شخص ما يبقى طول عمره الشخص يعيل نفسه، فلازم يلقى طريقة إنه هو لازم يعيل نفسه أهله بيهم بهذا الشيء. عدد أفراد العائلة 10 أفراد. الله يسلمكم، وأنا المسؤول عنهم، ما حقكم كلهم مسؤول عنهم. يشاركك؟ لا ماكو اي واحد. نواحي ما حد يشاركك؟ لا بالعمل بالهاي كله انا المسؤول عنهم، اصرفهم شغل كله علي. مثلا الاولاد كبار ممكن يشتغلون، ممكن يعينوك؟ بعدهم طلاب لحد الان يدرسون بالدراسه، وانا دا اصرف عليهم. اي على مود انه طلاب. ايش رايك بالعوائل اللي يشاركون بعض، اللي يساعدون بعض، يعينون بعض؟ والله خطوه جيده، انه واحد يشارك ابوه او امه بالعمل او بالمصرف او باي شيء، هاي مساعده، ويعني فالشيء اكيد حلوه، لان الحياه صعبه وهي ظروفها صعبه، فالمشاركه حلوه. عائلتي تتكون من 7 افراد بما فيهم الاب والابن، الاب والام، حضرتي انا المسؤول المباشر، بالتعاون طبعا اكيد مع الزوجه والحمد لله، موظف حكومي بفضل الله. التعاون بينه وبين زوجة حضرتك موجود من زمان؟ اكيد طبعا من بدايه زواجكم. انا يعني موظف وهي موظفه، فاكيد هناك اكو تعاون بتحمل المسؤوليه مشتركه داخل البيت، بس العبء الاكبر يكون عليه من اكيد على رب الاسره، فان شاء الله جميع الامور بالجانب المادي. يعني قصدي جميع الامور الحياتيه اكيد، هي الـ 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 الام والمراه والزوجه بالبيت هي مكمل اساسي للاسره، فبالتالي كل اسره ما تنجح اذا ما هناك توافقات ما بين رب الاسره وربة البيت والعائله ككل. حاليا لا اكيد، لان هم طلاب كليه عندي 2، وحده هندسه طالبه هندسه، والاخ ثالث مرحله لغه انجليزيه، فالحمد لله معتمدين اعتماد كامل. اكيد الاعتماد على الذات مهم جدا، اكيد انا قلت لك زرعت لهم فشيء بداخلهم، من يكبر يكون هو يعتمد اعتماد ذاتي على نفسه. اكيد هنالك عوامل مساعده من قبلي حتى يكون يبني شخصيته، يكون شخصيته المستقبليه. عدد افراد العائله يعني احنا 6 افراد، وانا المسؤول عليهم طبعا. مسؤول من جميع النواحي، ما حد يشاركك، ما حد يعاونك؟ الزوجه ايضا لها دور، لها دور مكمل لتربيه هاي العائله، وبناء شخصياتهم، وبناء خارطة لمستقبلهم. فأكو تعاون بين يعني أنا كرب أسرة وأيضا الأم داخل البيت. شو رأيك بالعوائل اللي يكون اعتمادهم الكلي على الوالد؟ لا ما يصير، يعني هو لازم يكون تعاون، يعني الوالد يعني خروجه للعمل، بعض الرجال يكون عملهم يعني يأتي المغرب رجوع للبيت، هاي الفترة إذا ما يكون شخص آخر يأدي الدور بغياب الرجل، يمكن العائلة يعني ما راح تكون مثل ما هو مطلوب من عندهم، بناء مستقبلهم، تكملة التعليم، بناء شخصيتهم وإلى آخره من الأمور. طبعاً عدد عائلتي، إحنا أنا وزوجتي وأطفالي 9، 5 بنات وولدين.
وأنا الحمد لله مسؤول عن تربيتهم ومسؤول عن معيشتهم بعد الله سبحانه وتعالى. ساعدك أحد يعينك بالعائلة؟ لا الحمد لله، زوجتي ربة بيت وأولادي طلاب من الإعدادية إلى الابتدائية. رأيك بالأولاد أنه مثلا لما يكبرون شوية بالعمر ممكن يساعدون أهلهم، ممكن يعينوهم؟ طبعا ما أخفي ليش، هاي فترة إحنا اللي عشناها فترة السبعينات والثمانينات الشباب، إحنا عندنا أهلنا. يعني أنا أبويا مخلف 10 ولد و7 بنات، تدرين هو كان بنا، فإحنا الأولاد رغم إحنا كنا ندرس بس عندنا عائلتنا الحمد لله، وعنا لأبونا ومشينا حالنا. يعني أولاد حضرتك مثلا بالمستقبل عادي مثلا يساعدوك يعينوك يشاركوك؟ بالعكس، هذا تنطي طابع إيجابي للولد بأن يكون يعتمد على نفسه أولا، يكون مشارك بتربية وإعانة العائلة، فهذا سبب أنا أعتبره كل الزين. شكرا لك جوان، وشكرا لكل الاشخاص اللي شاركوا باستطلاع حلقتنا لليوم. مثل ما شفنا كثير من الاشخاص او الكثير من العائلات يعتمدون بشكل مباشر على الاب، وبعضهم يشتركون بالمسؤوليه، الاب والام يشتركون في هذه المسؤوليه. طبعا ومن بعد هذا الاستطلاع حينضم ويانا مباشره من سويسرا وعبر السكايب خبير التنميه البشريه الدكتور كريم الترابي. يسعد صباحك دكتور. يا صباح الورد والياسمين عليك سيدتي الكريمة هنا المحترمة، وعلى كل مشاهدي قناة الشرقية الكرام أينما وجدوا، وأيضا كادر قناة الشرقية. يا مرحبا. يا أهلا بك دكتور. بداية مثل ما شفنا بالاستطلاع بعض الأشخاص قالوا جملة جدا مهمة، قالوا إحنا ده نزرع بأبنائنا شلون يقدرون يتحملون مسؤولية أنفسهم، وشلون يقدرون أنه من الممكن أنه يكونون مسيطرين تماما على حياتهم. بداية خلينا نسلط الضوء، من أي عمر لازم الأب والأم يعلمون ابنهم تحمل المسؤولية؟ استغفروا الله، قبل لا أقول لك من أي عمر، نعم، بس خلينا نعرف شنو تحمل المسؤولية. أكيد تفضل. يعني يقول لك خلينا نعرف المسؤولية. أكيد. المسؤولية هي حالة أو صفة يقوم الشخص بالأخذ على عاتقه تحملها، وأيضا تحمل كافة التبعات المترتبة عليها. نعم. كافة التحديات. طبعا الشخص المسؤول هو الشخص الذي يقوم بهذه المهمة وتقع على يعني عليه تبعات هذا الموضوع. اما التربيه فموضوع التربيه مهم جدا جدا جدا، وخصوصا في اول 7 سنين من عمر الطفل. مشاهدينا الكرام، نقطه مهمه جدا، اول 7 سنين من عمر الطفل هي التي تحدد حياته العاطفيه. اكثر من 90% من حياته العاطفيه تحددها اول 7 سنين من عمر الطفل. لذلك زرع هذه الصفه بانه يتحمل مسؤوليته، طيب، تعتبر طبعا يعني إضافة للطفل، لأنه هذا الطفل راح يتعلم بأنه إذا ما يتحمل مسؤوليته هو راح يجي واحد يتحمل مسؤوليته. بما معنى بأنه المسؤولية هي اختيار. صحيح. طيب الاختيار، لأنه أنا اليوم لما أقرر أتحمل مسؤولية موضوع معين أختار. طيب شنو اللي يصير؟ اللي يصير لأنه إذا أنا ما أختار راح يجي واحد غيري يختار، ومن ثم راح يقودني هو. هنا 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 هو يعني نقطة النقطة الرئيسية. صحيح. بأنه تتحمل مسؤوليتك حتى تكون عندك القدرة على إدارة مهامك أنت طبعاً، ومن بجانبك يعني من أهلك أو محبيك أو أسرتك أو زوجتك أو أطفالك. صحيح دكتور. نعم. كريم، البعض يولد بهذه الصفات القيادية، صفات تحمل المسؤولية قد تكون من الصفات القيادية. شنو هي الصفات المترتبة على أنه تكون موجودة على مدى الشخص يكون متحمل المسؤولية؟ تعرف البعض مثل ما ذكرت يولدون عندهم هذه المشاعر انه كمثل الاخ. نعم. الكبير او الاخت الكبيره دائما هم يكونون مثل الاب الثاني او الام الثانيه بالبيت، فبعض الاطفال بالبيت من الممكن انكم ما عندهم هذه الصفات. شنو الصفات اللي لازم تكون متواجده على مود الشخص يقدر يتحمل المسؤوليه؟ بس خلي اضيف
عندنا 2% يولدون وهم عندهم الكاريزما والمسؤوليه والقياده. صحيح 2% صحيح اوتوماتيكيا بالولاده. عندنا 2% لو يسوون 100,000 كورس ما يصير عنده لا قياده ولا مسؤوليه. يعني بين قوسين مطفي باللهجه العراقيه. عندنا 96% ممكن ان عبر التدريب والتطوير تصير عندهم الكاريزما والمسؤوليه والقياده وتحمل المسؤوليه. ما هي الصفات؟ القوه، الشجاعه، الايثار، حب الاخر، الاهتمام، تنظيم الحياه، كلها هاي تقع في صفات الشخص المسؤول. وخصوصا الحب بانه ان يضع نفسه مكان الاخر. هاي النقطه مفصليه جدا استاذه رولا. يعني هذه النقطه اذا نركز عليها كانت تبدل نظرتنا للحياه بشكل يعني كبير. اذا 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 قدرنا ان نضع نفسنا مكان الاخر في تصرفاتنا وفي سلوكياتنا، الجانب الاقتصادي، السياسي، الاسري، التعليم، التربوي، اي جانب اخر رياضي، ان تضع نفسك مكان الاخر، سكند بوزيشن في البرمجه اللغويه العصبيه. عندما تضع نفسك مكان الاخر راح تتبدل عندك النظره 180 درجه. النقطه الاخرى من صفات الشخص المسؤول بانه تقبل الاخرين، احترام الاخرين، تقبل النقد ايضا، تكون عندك القدره على تقبل النقد، لانه انت لما تكون في المسؤوليه تكون منفتح على كل الاراء وعلى كل مختلف الافكار. صحيح. ومن ضمنها الافكار المخالفه لك، فاتصور بانه هذه ابرز نقاط اللي تحدد صفات الشخص المسؤول. دكتور نعم. كريم ذكرت نقطة جدا مهمة اللي هي المسؤولية اختيار. مثل ما ذكر أحد الأشخاص اللي كان باستطلاعنا اليوم قال إنه إحنا والدي ولد 10 بنات وسبع أولاد، مع ذلك ربانا وكبرنا يعني بهاي بجيل السبعينات والثمانينات، ربانا يعني علمنا إنه نشاركه بالمسؤولية في عمر صغير. أما اليوم بوقتنا هذا بعض الأهالي يحرصون على إنه طفلهم إنه يكون مخلص تعليمه، قادر على إنه يواجه المجتمع، قادر إنه يطلع للمجتمع ويكون مسؤول كفاية. الفرق بين هاي نوعيتين من الأشخاص تعرضهم لضغوطات الحياة، هل من الممكن أنه بالمستقبل أنه الفرق بيناتهم من الممكن أنه يكون هذا الشخص واعي كفاية أو صحي نفسيا كفاية؟ تعرف بعض الأشخاص الأكبر سنا بالأخص اللي والدين بسن الثمانينات أو في عمر الثمانينات أو السبعينات دائما يكونون عصبيين، دائما يكونون سريعين بردة الفعل، فضغوطات الحياة من الممكن أنه تكون تتعبهم زيادة عن اللزوم. فمن الممكن أنه نشرح شلون ضغوطات الحياة تأثر بشكل سيء على تحمل المسؤولية بشكل مباشر، يعني زيادة تحمل المسؤولية. يعني استغفر الله، احنا ما نتكلم عن ضغوطات الحياة. هي شو هي ضغوطات الحياة؟ هي كلها تجارب تضاف إلى الشخص. صحيح. يعني أي تحديات احنا نشوفها هي تجارب. صحيح. الفرق بين الشخص اللي تكون عنده تجارب كثيرة يختلف عن الشخص اللي تكون تجاربه محدودة. يعني هنا نقطة مفصلية، كل ما تعرضت إلى تجارب قاسية وتجارب مؤلمة سواء كانت سلبية أو إيجابية بغض النظر. صحيح. تجارب هذه تجارب تضيف لك إذا صاحبها طبعا الوعي، نقطة مهمة جدا أستاذ رولا. الوعي أكون طبعا. نقطة مفصلية مشاهدينا الكرام، نتكلم عن الوعي. نتكلم عن الوعي، إذا عندك وعي وإدراك أي تجربة ممكن أن تكون إضافة لك. على هذا الأساس بأنه كثرة التجارب وأيضا خلينا نقول التجارب القاسية راح توسع من مداركك، توسع من وعيك، تصبح أكثر مسؤولية، تصبح أكثر قيادة، تصبح أكثر استعداد لتحمل زمام المبادرة. يعني تبادر، لأنه إذا ما تبادر أنت راح يجي واحد غيرك يبادر. إذا ما تقود نفسك راح يجي واحد يقودك. أنت الخيار بين إيدك، يا أما تكون أنت المبادر. حتى عندنا في من عبادة البرمجة اللغوية العصبية المبادرة والعمل. صحيح. يعني من أسس البرمجة اللغوية العصبية المبادرة والعمل. على هذا الأساس بأنه يجب أن تبادر أنت، يجب أن تعمل. فأضيف يعني كثرة التجارب تجعل الشخص أكثر وعي، تجعل الشخص أكثر من تحملا للمسؤولية وأكثر زماما لتحمل المسؤولية. دكتور كريم، الشخص من يحتاج أنه تكون حياته أسهل على مود يأسس عائلة لازم يختار الشريك المناسب ويقاسمه هذه المسؤولية، سواء كانت تقاسم مادي أو تقاسم معنوي. بعض الأشخاص من الممكن أنه زوجاتهم تساعدهم في مصروف البيت أو تقاسمهم في مصروف البيت، بعض الآخر يقول لك لا خليها تقعد معززة مكرمة تساعدني في تربية الأطفال يكون أفضل. ضرورة اختيار الشريك المناسب اللي قادر على أنه يتحمل المسؤولية وبنفس الوقت في المستقبل ما يقدر يتخلى عن هذه المسؤولية.
طبعا اللي يعني احنا اذا نتكلم اليوم عن المشاركه الزوجيه، يعني هذا نقطه مهمه جدا مشاهدينا الكرام. يعني حتى في حديث الرسول عليه وعلى اله وصحبه وسلم يعني يقول تخيروا ليطفكم، حتى لا بعدين تقع في اختيار خطا. صحيح. والاختيار الخطا كارثي حقيقه. فعندما تيجي انت تختار شخص بمقدار معين من تحمل المسؤوليه، وانت ايضا تكون يعني عندك الاستعداد لتحمل المسؤوليه، راح تتقاسمون المسؤوليه، سواء كان على مستوى تربيه الاولاد، سواء كان على مستوى المعيشه، سواء كانت على مستوى اداره ظروف الحياه. فهنا طبعا يعني اختيار الزوجه يعني اللي اقوله بانه يجب ان يتوافق مع افكار الشخص قدر الامكان، قدر المستطاع، حتى تتقاسم المسؤوليه. المسؤوليه تقع على الرجل، والمسؤوليه ايضا تقع على الـ على الـ على السيده او على الانثى او على فالرجل يعمل، وكل انثى ايضا تعمل. صحيح. الرجل عنده مسؤوليات في تربيه الاولاد، الانثى ايضا عندها، الزوجه عندها مسؤوليات في تربيه الاولاد، عندها مسؤوليات في اداره عملها، الرجل ايضا عنده مسؤوليات في اداره عمله. ولذلك تبادل المسؤوليه بين الرجل والمراه يخلق وعي اضافي للاطفال. صحيح. نقطة مهمة جدا، اليوم إذا نريد نبدل واقع يجب أن نبدل أفكارنا ومن ثم أفكارنا وسلوكياتنا. راح تنعكس على أولادنا، أولادنا راح يكونون هم الجيل اللي يقدر يبني هذا المجتمع مستقبلا. دكتور كريم، معلومات جدا مهمة وقيمة، إن شاء الله يا ربي مشاهدينا يكونوا استفادوا منها، شكرا لك وشكرا لوجودك بصباح الشرقية اليوم. يا مرحبا بكم، وشكرا لكم، وشكرا لقناة الشرقية وايضا مشاهدي قناة الشرقية الكرام. شكرا يا لك. مرحبا بكم. شكرا لك. نرجع نذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي، في حال حبيتوا انه تجاوبونا على الكيو ار كود يظهر اسفل الشاشه ياخذكم مباشره لصفحتنا على الانستغرام، وسؤالنا هو ما ترتيب تسلسلك في العائله وهل انت المسؤول عنهم؟ ايضا في حال حبيتوا انه تشوفون حلقات سابقه او فقرات سابقه من صباح الشرقيه تقدرون تروحون على كيو ار كود ياخذكم مباشره على صفحتنا باليوتيوب خاصة بصباح الشرقية. طبعا من هذا الموضوع راح ننتقل وإياكم بخبرنا المنوع لليوم إلى دوني اللي غير أو زيف صوته خلال دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا حتى يشوف إذا أهله يقدرون يتعرفون عليه، وهالشي خلاه يتصل بوالدته وغير صوته باستخدام الانترنت. طبعا هذه النسخة من عنده مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقنعة جدا، حتى انه والدته قدرت انه ما تتعرف على صوته وفكرت انه هو شخص غريب. طبعا يا رب تكون هذه التقنيات ما تستخدم بشكل خاطئ، بالاخص خارج البلاد او في عمليات. خلينا نشوف هذا الفيديو، قد تكون مثيرة للإعجاب هذه الفيديوهات أو هذه التقنيات، ولكن إن شاء الله يا ربي ما حد يقدر يستخدمها بطريقة جدا سيئة. خلينا نشوف هذا المقطع. Hello. Hi, mom. Hi, Donnie. How are you? Does my voice sound different to you? Yeah, I just said that to Sinead. I said Donnie sounds American. This is not actually me. This is a voice made by computer. Oh my God, are you serious? Yeah, Mom, I'm sorry. Hello? Hi, Mom. Hi, Donnie, how are you? Does my voice sound different to you? Yeah, I just said that to Sinead. I said, Donnie sounds American. This is not actually me. This is a voice made by computer. Oh my God, are you serious? Yeah, Mom, I'm sorry. الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، كثير من الأشخاص يقدرون يستخدمونه بتطوير المستقبل، والبعض الآخر قد يستخدمه بطريقة سيئة، فالواحد لازم يقدر يفرق بيناتهم. نرجع نقرأ تعليقاتكم مشاهدينا، ما ترتيب تسلسلك في العائلة وهل أنت المسؤول عنهم؟ بعض التعليقات، علي سلطان كاتب: مو مهم إذا أنت الأول أو الأخير، تسلسل أبدا مو مهم بقدر حبك واهتمامك بعائلتك. الله يرزق عوائلنا بالخير والصحة والسلامة، آمين جميع يا رب. طبعا الكثير من الأشخاص كاتبين أنه مو مهم الترتيب، أهم شيء الواحد أنه يكون مسؤول عن عائلته، وأيضا يرد لهم
يرد لهم شويه من الجميل من تربيتهم من حسن استماعهم من صبرهم علينا. البنات اكيد كاتبين مدللات البيت، طبعا لا اقدر اشتغل ولا اعمل لانه اني اخر العنقود. طبعا البنات اذا كانت بنيه واذا كانت اخر العنقود فهي مشكله جدا كبيره لانه هي راح تكون مدللة. من هذا الموضوع ننتقل إلى تقريرنا اليوم، مشاركة واسعة لأكثر من 100 شاب وشابة في مهرجان ومعرض المنتج الوطني واللي أقيم في مدينة السليمانية، وتم عرض المنتجات المحلية والمواد الغذائية المختلفة إضافة للأعمال المصنوعة يدويا. خلينا نشوف التقرير التالي نرجع لكم. اليوم افتتحنا هذا المهرجان الأعمال اليدوية والمنتجات المحلية بمشاركة 110 إلى 120 شخص من بنات وشباب، والهدف من إقامة هذا المهرجان هو عرض المنتجات المحلية للمواطنين ودعم الطاقات الشبابية للعمل، ونتمنى أن تكثر مثل هالمهرجانات في جميع المحافظات. اليوم نحن المشاركين في هذا المهرجان، مهرجان للمنتجات المحلية والإكسسوارات والملابس والكردية، وإحنا مشاركين بالمنتج المحلية مثل الجوز والدهن الحر والعلج الكردية، واتمنى أن تذكروا هاي المهرجانات. الأشياء المحلية هاي المستلزمات اللي اليدوية، مثلا الحكاكات اليدوية مال النسوان ومال الجهال، هذا بي أولا، وثانيا محاصيل الحقلية الزراعية الموجودة بي، مثلا بي مثلا عسل الطبيعي، بي الدهن الحور، بي الجوس، بي كل مستلزمات ومنتجات المال لبائن، وهذا شغلات بي هواية. بعدين أكثر شيء هذني، نعم. الهدف يعني خصوصا كل المهرجانات الهدف الاول هو العرض لل شنو للزبائن، وثانيا التشجيع، يعني يشجعون الناس، يشجعون المستهلك خليه يجي يشتري من هين، يعني على اساس هو شويه سعره رخيص وياخذ من المنتج، يعني من المستثمر، يعني ما يروح انه بالسوق يعني هذا البازار احنا نسميها مهرجان فصلي، كل فصل نسوي بها المهرجان على مود الأشياء والمنتجات مال هذا الفصل. هسه فصل الربيع هواية أشياء مال فصل الربيع أكو بيها، وهذا المهرجان يجمع كل الأشغال اليدوية والمنتجات الغذائية والشوية هواية من الكومبانيا يشتروا يكون بيها، ولا هذا احنا نشارك بالمنتجات المحلية، مثلا برغول يعني احنا نصنعها بإيدنا، خلمة تفاح نصنعنا بالبيت، ولا لا اي جوز مال الهبرامان، ولا هواي اشياء ثانيه، والدهن الحر، واللبن المال الريف، والاشياء مال الريف احنا نبيعها بالدكان. طبعا احنا نتمنى هذا المهرجان يستمر، حتى هوايه من النساء يشتغلون بالبيت يبيعونها بهذا المهرجان. هذا مهرجان الربيع احنا كل سنة نشارك بيجي مهرجان يعطي فرص عمل للشباب والمزارعين، واللي عنده محصولات زراعية واللي عنده منتجات عشبية يقدر يعرضه بيجي مهرجان ويعطي فرص كبيرة له. أنا كمعالج طبيعي أخبار الناس جيد جدا عليه ويستفادون كوجه لوجه.
طبعا شيء مهرجانات صراحة جدا مهم، يعطي فرص عمل للشباب واللي عنده منتجات ما يقدر يعرضه بأي مكان، بس شيء مناسبات يقدر يعرضها والمواطن يستفاد منه. كل الموفقية لكل الأشخاص اللي شاركوا بهذا المهرجان، وإذا كنتم متواجدين في السليمانية أو قريبين على السليمانية حاولوا أنه تروحون وتدعمون المنتجات المحلية والشباب اللي شاركوا في هذا المهرجان. نرجع نذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي اللي هو ما هو ترتيبك في العائلة وهل أنت المسؤول عنها أو لا؟ الكثير من التعليقات جتنا والكثير من الأشخاص كتبوا الأصغر بس المسؤولية كلها عليها لأنه العائلة مو ما عندها خبرة كفاية في الحياة. بعض الأشخاص كاتبين الوحيد والمتحدث الرسمي. الأطفال طبعا الأصغر عمرا وآخر العنقود دائما يكونون المدللين ودائما الأهالي يحاولون أنه ينطوهم أشياء أو مميزات تفضلهم عن الأخ الكبير أو الوسط. بعض الأشخاص من الكاتبين أنه أنا الوسطاني ما لي حق لا ويا كبير ولا ويا صغير. الأشخاص اللي ترتيبهم أول شيء بالعائلة أو الأكبر في العائلة هم الأشخاص اللي يتحملون المسؤولية وهم اللي يكونون نسخة مصغرة من الأم والأب في تحمل المسؤولية. آخر العنقود من أيضا هواية تعليقات من آخر العنقود والوسطاني أنه الوسطاني هو الشخص المظلوم دائما وآخر العنقود هو المدلل واللي كل شيء متاح له وما حد يقدر يقول لا. طبعا من هذه التعليقات راح ننتقل إلى أخبارنا ونشرة الأخبار مع سمراء. يسعد صباحك. صباح النور لا. يا أهلا بك. خلينا نشوف شو محاضرتنا اليوم. صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الوقفة الأولى نهار اليوم مع هذا الموجز الإخباري من برنامج صباح الشرقية، نستهله كالعادة من العراق والعاصمة بغداد، إذ تباينت في بغداد المواقف حول الزحف العمراني ووصول الأحياء السكنية إلى مواقع المعامل والورش الملوثة للبيئة. وفيما يقول القائمون على تلك المعامل إنها تخضع لرقابة حكومية وإن المشكلة معكوسة بسبب العشوائيات، يقول مواطنون إن الحلول السكنية معدومة تماما للفقراء. نبقى في العراق، إذ عادت إلى الواجهة فضيحة تورط نواب ومسؤولين وسياسيين عراقيين في الحصول على شهادات من جامعات غير رصينة قاموا بشرائها بآلاف الدولارات مستغلين فترة الإغلاق العام بعد تفشي فيروس كورونا. وعلى الحكومة أن تعيد التدقيق بهذه الشهادات من أجل الحفاظ على الرصانة العلمية وقطع الطريق على المحتالين والنصابين والفاسدين. وإلى محافظة البصرة، ادعى أكاديميون إلى مراجعة أساليب العمل الأمني في المحافظة وإلى الجهد الاستخباري أهمية أكبر. ويقول وجهاء المحافظة إن جرائم السطو على المحال والصيدليات لا يمكن التصدي لها بالسلاح وحده دون تفعيل العمل الاستباقي. أطلق متطوعون في ذي قار حملة حياة بلا مخدرات لزيادة الوعي بخطورة تعاطي السموم والاتجار بها. ويقول القائمون على الحملة إنها نجحت في تحويل 800 متعاط إلى المراكز الطبية المتخصصة خلال عام وفق قانون مهم يضمن عدم مساءلة مدمن المخدرات إذا ما خضع للعلاج. بلغ تلوث البلاستيك في محيطات العالم مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، وذلك بحسب دراسة حديثة دعا معدوها إلى إبرام معاهدة دولية ملزمة لوقف الضرر الحاصل على هذا الصعيد. وخلصت دراسة إلى أن هناك ما يقدر بنحو 170 تريليون
قطعة من البلاستيك معظمها جزيئات بلاستيكية على سطح محيطات العالم اليوم، رمي الكثير منها منذ العام 2005. قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه لن يسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن استخدام تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة والمملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم. وقال دي كرو إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية. توفيت امرأة إفريقية تبلغ من العمر 50 عاما في نيويورك بحالة نادرة بسبب وجود جنين متحجر في بطنها منذ 9 سنوات. وزارة المرأة الأطباء في نيويورك تشكو من تقلصات في المعدة وعسر هضم وصوت غرغرة بعد تناولها للطعام. بعدها كشفت الفحوصات وجود جنين متحجر في بطنها، ضغط على أمعائها لفترة طويلة ومنعها من امتصاص الغذاء بشكل جيد، ما أدى إلى وفاتها نتيجة نقص التغذية الحاد. الظاهرة النادرة التي تم تسجيلها حوالي 300 مرة فقط تحدث عندما يموت الجنين الذي ينمو خارج الرحم أثناء الحمل ولا يتم إخراجه من الجسم. أعلنت حكومة إقليم أونتاريو أن نفوق أنثى الحوت المسماة كيسكا آخر حوت قاتل يعيش في الأسر في كندا، وأضافت أن حديقة مارينالد الترفيهية التي كانت تعيش فيها كيسكا قد أبلغتها بالواقعة، وكان قد تم اصطياد الحوت كيسكا وهي صغيرة في مياه أيسلندا عام 1979 ونفقت وهي تبلغ الآن من العمر حوالي 47 عاما. إذن بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموجز، نعود لاستكمال ومواصلة باقي فقرات صباح الشرقية مع رولا. إليك رولا. شكرا لك سمراء. وخليني شاركت شوف سؤال حلقتنا تفاعلي اللي هو تحمل المسؤولية وأفراد العائلة. من متى بلشتي، بما أنه أنت أم لولدين، من متى بلشتي تحملين أطفالك المسؤولية ومسؤولية أفعالهم؟ خلينا نقول يعني أعتبر من عمر صغيرة، ولكن المسؤوليات بتكون صغيرة على قد عمرهم، وكل ما بيكبروا بالعمر بتزودي شوي، فأعتقد بيوصلوا لمرحلة بيكون مدركين إنه هناك نوع من المسؤولية يجب تحملها وإنه الحياة مسؤوليات. ولقيتي فرق بين الأخ الكبير والصغير بتحمل المسؤولية؟ الأخ الأصغر، الابن الأصغر يتحمل مسؤولية أكثر من الأكبر. واو عجيب، هاي أول مرة أحد يشاركني. بحسه مسؤول أكثر وعنده قابلية إنه هو يندمج في تحمل مسؤولية أكثر من الكبير. حلو حلو. شكرا لك سمراء ويوم سعيد والله يحفظهم. الله يسلمك يا رب. شكرا لك. طبعا مشاهدينا، في حال كان عندكم شخص متحمل مسؤولية في العائلة أو شخص وحيد متحمل المسؤولية في عائلة، دائما ذكروه بقدرة ومعاستة وتقديركم للأشياء اللي هو يسويها، حتى لو تقدرون تسوون هذا بكلمة حلوة، تردون إلى بكلمة حلوة بموقف حلو من الممكن أنه يعوضه. وحاولوا أنه تتلقون الأشخاص بعد يوم طويل، بالأخص الأشخاص اللي يتحملون مسؤولية في عائلتكم، حاولوا أنه تتلقوهم بكلمة بحضن بحنية. هذه الأشياء من الممكن أنه تخفف عنهم حملهم ثقيل. أيضا تحمل المسؤولية من الممكن أن يكون جدا جميل في حال إذا كان بعمر صغير وبتدرجات معينة، بشغلات بسيطة، بشغلات من الممكن أنه تعلم هذا الطفل شلون يقدر يتجانس مع الحياة بطريقة جدا بسيطة. نرجع نذكركم بسؤال حلقتنا التفاعلي اللي هو ما ترتيبك في العائلة وهل أنت المسؤول عنهم؟ طبعا كوثر قالت أنه أنا الوسطانية والوحيدة وما عندي أخت وكل الباقي شباب، مسؤوليات البيت كلها علي بدال ماما كل مصيبة يرجعوا لي بها. فالوسطانية والوحيدة فشوية أكو اختلاف في الموضوع. تحمل المسؤولية من الممكن أن يكون تحمل مسؤولية معنوي ولكن جدا كبير. هواية أشخاص في حياتنا من الممكن أن يكونوا متحملين مسؤولية معنويا. خلينا نشوف رأي جلزار وزين ويسعى صباحكم.
صباح الخيرات عليك رولا وعلى كل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. طبعا تعقيبا على سؤال التفاعل اللي طرحناه صباح هذا اليوم، مرات انه العالم تنخدع، يعني اذا الشخص يكون كبير لازم هو يكون ماخذ تحمل مسؤولية، خلينا نقول مسؤولية، لكن اذا احنا نكون بالحقيقة مرات اكو اشخاص يكونون وسطانيين او يكونون العنقود الاخير هم يتحملون المسؤوليه. انا عن نفسي راح اكون صريح جدا اقول اني الكبير صحيح، بس اخويا الصغير ممكن هو متحمل مسؤوليه الامور العائليه، وهذا الشيء يمكن موجود بالكثير من العوائل. ما اعرف انت رولا شلون تشوفين هذا الموضوع؟ حسب قدرة التحمل، مثل ما ذكر دكتورنا اليوم قال هو المسؤولية اختيار، فعلا إذا الواحد يقدر يختار أنه ما يكون مسؤول. بالنسبة لي أنا أول وحدة بالعائلة، أول طفلة بالعائلة وأول بنية بالعائلة، فأشوف أنه الأشياء المعنوية من الممكن أكثر ألم بها أكثر من الأشياء. نفس موضوعي. نفس موضوعك، فألم بالأشياء المعنوية، الدعم المعنوي دائما يكون علي، بعض من أخواني أنه يتوجه إلي بنصيحة معينة، فأقول مسؤولية الأشياء المعنوية، ولكن الأشياء المادية لا، فأكيد على الوالد والوالدة. بالنسبة لجلزار شنو ترتيبها بالعائلة وهي عندها أطفال، فأريد أشوف هل من الممكن تخليهم يتحملون مسؤولية؟ أكيد. يسعد صباحك زين ويسعد صباحك رولا. طبعا أنا بالعائلة ترتيبي لا أول وحدة ولا ثاني وحدة، ثالث وحدة الاحتياطي. هذا اللي ما تعرف شنو يكون دوره يعني، بس أحس أنه مو كمسؤولية، أنت مثل ما قلتي مسؤولية كدافع معنوي، مثلا أحيانا من يصير سؤال استشارة تلقين أنا حاضرة للجميع، للأخ الصغير والأخ الكبير والأخت والأم أحيانا، لكن مثل ما ذكرتي المادي يكون دائما إحنا متعودين على الوالد أو الأخ صحيح. الكبير، لكن أنا هسه حاليا بالضبط، لكن أنا هسه حاليا مثل ما ذكرتي أنا كمتزوجة وعندي مسؤولية، أكيد عندي مسؤولية بالبيت، مسؤولية الطفلة من ناحية التربية، مسؤولية إنه شلون أخليها تتعلم وتتأقلم، يعني هاي أنا أشوفها أكبر مسؤولية من كل الجوانب، يعني إنه الطفل أنت دائما تكون وياه. صحيح أيدش جولزار، وشكرا لمشاركتكم رأيكم. أنا بالنسبة لي خصص فقراتي من استديوهات دبي، ومستمرة ومتابعة وياكم من استديوهاتكم في أربيل. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك رولا ولفقراتك، ومكملين وياكم مشاهدينا في استديوهاتنا في أربيل. ونرجع نذكركم بسؤالنا التفاعلي، ما ترتيب تسلسلك في العائلة وهل أنت المسؤول عنهم؟ خلي نشوف بعض من التعليقات، وطبعا تقدرون تجاوبون على QR الكود الأسفل الشاشة حتى نشوف أكثر آرائكم حول الموضوع. سارة تقول أني آخر عنقود والمدللة بالبيت. أكيد اكو اشخاص يكونون اخر فرد بالعائله، يكونون مدللين من قبل الاهل، واكو لا اخوانهم الكبار يتزوجون ويطلعون البيت فتبقى المسؤوليه الكبيره على عاتقهم. شنو عندك انت؟ محمد يقول يا ريتني لو اخر العنقود، كان هسه الدلال والهاي كله الي. يعني طبعا تدري احنا دائما ماخذين فكره انه الاخر العنقود دائما يكون ماخذ الدلال وماخذ الحنيه مال البيت، ما ادري، مرات اللي يقول مو هاي يكون القفله، دائما يكون الدلال والهاي يكون هو العزيز، ما اعرف ليش. فانتوا همينا خليني اشوف ارائكم حول الموضوع. يقول اني الكبير، مراد يقول اني الكبير العائله والمسؤول على اهلي وايضا على اخواني ومصروفهم. مثل ما قلنا اكو حالات ممكن اذا شخص هو يكون الكبير فهو يتحمل المسؤوليه، او مرات من هو يكون صغير همينا ممكن يتحمل المسؤوليه. اذا مشاهدينا من هاي التعليقات راح ننتقل الى موضوعنا الطبي لحلقه هذا الصباح. ومثل ما تعرفون الكثير من الحالات وحالات التخثر وتجلط الاورده تصيب الناس، وخاصه بالفخذ واسفل الساق، فتنتج عن هذه الحالات الام وتورم بالرجل، وقد يؤدي بعدين الى الام اخرى بمناطق ثانيه بالجسم. وسبب الرئيسي هو التكتل اللي يصير لما يتحول الدم من الحالة السلسة إلى الصلبة. وينضم لنا ضيفنا لحلقتنا لهذا الصباح الجراح الاستشاري دكتور مصطفى خليل حميد حتى يحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. دكتور صباح الخير عليك. صباح النور. صباح النور. الله يحفظك. طبعا دكتور احنا دائما نسمع أنه أكو تخثر يكون سطحي،
بس اليوم حابين نعرف أكثر شنو هو التخثر الأوردة العميقة. نعم طبعا التخثر هو فسلسلة من التفاعلات تجري داخل الدم، ممكن أن تكون طبيعية في حالة حصول الجروح لإيقاف النزف والنضح، ممكن أن تكون مرضية صحيح. واللي هي موضوعنا اليوم صح. طبعا التخثر هو تحول الدم من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ويحدث عند خروج الدم خارج الأوعية خارج الدورة الدموية، فدفاع عن كديفنس ميكانيزم دفاع عن نفسه يتخثر. أما تخثر داخل الدورة الدموية في الأوردة والشرايين هو هاي المشكلة الطبية اللي احنا نريد نحكي عليها. طبعا أنواع التخثر موجود الخثرة الثابتة وموجود الخثرة المتحركة، ثابتة في مكانها وتسبب انقطاع في الدم أو قلة في إيصال الدم للجزء اللي بعدها يعني المغذي، خثرة بالشرايين أو خثرة بالأوردة، خثرة مثلا حسب موقعها بالجسم، خثرة دماغية، خثرة بالعضلات الساق اللي هي هاي اللي احنا نقول عليها خثرة، تخثر في الأوردة العميقة، ممكن أن يصير تجلط في القلب، تجلط في الدماغ، فهي أنواع كثيرة. موضوعنا اليوم عن هذا التخثر اللي يصير بالأوردة العميقة، موضوع شائع يصير عند هواية ناس صحيح. ويصير عرضي بعد إجراءات طبية معينة ويصير لناس معينين، فإلى أسبابه وإلى عوامل الخطورة ما طيب تنعمل. دكتور أنت يمكن ذكرت سبب من أسباب قلت ممكن يكون وسيلة للجسم حتى يدافع عن نفسه من يكون أكو جرح بسيط نعم. فيوقف من الدخول أو يوقف من دخول الجراثيم للجسم، خلينا نحكي بالأسباب والمسببات الأخرى اللي تسبب التجلط نعم. في الدم. طبعا التخثر داخل الأوردة هو اللي دا نحكي عليه واللي هو خطر جدا، ممكن أن يوصل من آلام بسيطة واحمرار بسيط إلى ممكن أن يوصلنا إلى الوفاة. أوف ممكن. طبعاً أكيد مرض يعني يعتبر حالة خطيرة جداً تحتاج إلى تداخل طبي سريع. العوامل اللي بيها أكو عوامل تخص الوراثة، أكو عوائل معينة عندهم خلل بالتخثر فهذا صح. ممكن أن يكون هو أحد الأسباب. الأسباب الأخرى زيادة ضغط البطن نتيجة السمنة المفرطة، التدخين بشكل مفرط، استخدام بعض الأدوية وخصوصا أدوية منع الحمل، هذه لأن هرمونات ممكن أن تسبب لنا زيادة في لزوجة الدم، أيضا قلة الحركة، قلة الحركة أو انعدامها في حالات كثيرة، مثلا السفر لمسافة طويلة بالطائرة 6-7 ساعات جلوس بهالطريقة هاي، هذا يسبب ركود للدورة الدموية وممكن يسبب تخثرها، ولهذا ننصحهم أن يتحركون. سياقة لمسافة طويلة، بعض الأشخاص بعد عملية جراحية فوق الكبرى تسوي لها هو ما يقدر يتحرك من الألم أو بعدها تحت تأثير البنج، مثلا إصابات الحبل الشوكي عند الأشخاص الآخرين اللي فقدوا الحركة بأطرافهم السفلى مثلا، يعني نقصد حالات الشلل، هذا طبعا أيضا يكون عرضة كبيرة لحصول هذه الحالات. أيضا الكدمة الخارجية مثلا ممكن أنه تسبب ضرر للأوردة في هاي المنطقة وتسبب لنا التخثر، يعني هي الأسباب المهمة اللي احنا نركز عليها واللي نشوفها نعم. جميل. طيب دكتور اللي انت احنا ذكرنا الأسباب والعوامل، الأشخاص من هم الأشخاص الأكثر عرضين يعني للإصابة، وهم أنا نريد نعرف يعني شلون طرق علاجه، شلون يكون عن طريق العلاج أو عن طريق حالات أخرى؟ طبعا العوامل الخطورة ترتبط بالأشخاص، يعني مثلا الإمرأة الحامل، إحنا نأخذ نظرة أنه الإمرأة الحامل لا تتحركين لا تقومين لا تجين، وهذا شيء خطأ صحيح، يعني يجب أنه تأخذ في رينج معين من الحركة، مو شرط أن تكون حركة عنيفة ولكن مو ركود. هاي مثلا الإمرأة، الحفاظ على الوزن عامل، الأشخاص اللي عندهم وزن زايد وما يحاولون يقللون من وزنهم يزيد ضغط البطن فينعكس على الأوردة فيخلل جريان الدم بها وبالتالي تصير خثرة. الناس اللي ما يهتمون بغذائهم، الغذاء موضوع مهم، يعني الصبح يتريق باتشا مثلا، الظهر ياكل باجله بالدهن، هذا اهمال للنفس يعني نعم، ياكل زياده نسبه الدهون زيد لزوجه الدم وبالتالي ممكن ان توصلنا الى الخثره. اخذ الادويه بدون استشاره الطبيب بدون وعي يعني بطريقه عشوائيه، اضافه الى شخص يعني الكسل المستمر، النوم لفترات طويله، يعني اهمال الرياضه، هذه عوامل
لأشخاص هذول اللي يعانون منها ممكن أن توصلهم إلى هاي النقاط. زين دكتور، يعني بعد ما الشخص يشخص بوجود تخثر خلينا نقول داخل الجسم، شنو هي آلية العلاج؟ هل العلاج يستمر لفترات طويلة أم تختلف من حالة إلى حالة؟ شلون تكون هاي الآلية كلها؟ طبعا سؤال مميز وبشقين. الشق الأول هو كيفية التشخيص، هذه واكو قبلها الاعراض. احنا شلون نعرف نفسنا يعني هو قاعد بالبيت او امراه قاعده بالبيت او يعرف الاعراض؟ تخثر الاورده العميقه في الساق تبدا بالام وخزات، تورم، زياده حراره المنطقه من نفحص الجسم هيك نحس المنطقه حاره. في منطقه محدده منطقة بكل الجسم؟ ربله الساق. ربله الساق هاي العضله بالضبط اللي هي العضله اللي نحكي على تخثر الاورده العميقه في منطقه محدده. نعم. فهاي العوارض كلها تطلع بها. نعم تطلع في هاي المنطقه. نعم. تورم، احمرار في الجلد، الام شديده، الام وخزيه، ممكن انه ارتفاع في درجه الحراره بالمنطقه. هذه اذا بقت في منطقتها، احنا قلنا اكو متحركه وكثافه. صحيح. اذا تحركت هاي الخثره وراحت تروح الى بالدوره الدمويه، تفتر داخل الدوره الدمويه، توصل الى مكان، الاعراض راح تكون حسب ذلك المكان. اذا وصلت للدماغ تسوي جلطه دماغيه. اذا راحت للرئه تسوي طبعا بالبدايه الاورده تروح اقرب للرئه لان هي المصفى الاول بعد عوده. صحيح. الدم الى القلب، قلب الدم يرجع الى القلب من الاورده وبعدين ينضخ الى الرئه ثم يروح الى انحاء الجسم الاخرى، فالرئه تكون اكثر عرضه للاصابه. فيسموها الانصمام الرئوي، هاي تصير جلطه داخل الرئه. تعرف حسب حجمها وموقعها والمساحه اللي انقطع الدم عنها. مو هاي الخثره من تيجي توصل الى مرحله راح تسوي بلوكج بالدم. صحيح. فالجزء اللي بعدها صار عنده نقص بالاكسجين دم يوصل له، فبالتالي صارت فيه جلطه. وهذه ممكن انه اعراضها تكون تسارع في دقات القلب، تنفس بصوره سريعه، سعال، ممكن سعال مرتب ويا دم، واعراض خطيره تكون يعني توصل الى مرحله الاغماء، وقلت لك ممكن ان توصلنا الى الوفاه اذا كانت الرقعه كبيره. فهاي الامور الصغيره يجب ان ما تهمل، تعالج مباشره، نركز عليها ونراجع الطبيب ونبحث عن المسببات ونحاول نزيلها. يعني رجل كبير ما نخليه قاعد بالبيت خطيه هو ما يقدر يتحرك، عمره 80 سنه، لا، نساعده على انه نقوده يوميا مشي. الامراه الحامل مو بس نحاول نكسلها، لا، نحاول نخليها تتحرك. أكيد. حتى لو نشاط معتدل يعني ل 30 دقيقه يوميا مثلا مشي او حركه، حتى لو متقطعه. يعني مو شرط تكون 30 دقيقه. صح. متصله. اي امراض الاشخاص اللي يفقدون القدره على الحركه نسوي لهم مثلا علاج طبيعي ودائما نوصي بيها. احنا بعد العمليه مثلا المريض ما يتحرك لمده 8 ساعات، فنوصي المرافقين نقول لهم يا بسوي مساج العضله والتدليك. هو حركه العضله استاذ زين، هاي شو تسوي؟ العضله ما تتحرك راح تضغط على الوريد فتدفع الدم تحركه، فاحنا منعنا عمليه يعني هذه تدفق الدم رجعناها طبيعي. من يصير تدفق الدم بطيء يساعد على التخثر. هاي طبعا الاعراض، الاعراض يشكي منها الشخص يراجع الطبيب، الطبيب راح يقوم باخذ معلومه عن المريض، هيستوري كامل عن تاريخ الحالة الصحية. نعم، تاريخ المرضي. وممكن أن يرسل إلى تحليلات مرضية، بعض التحليلات المختبرية المتعلقة بالموضوع، وممكن إلى السونار أو الدوبلر اللي راح يعطينا تشخيص قطعي بالموضوع. وعلى أثرها نبدأ العلاج. طيب دكتور، اليوم نريد نعرف همين شلون يعني كيفية التجنب حتى ما يصير هاللي أنت ذكرتهم والوقاية منها. الشخص اللي نحدد احنا عنده خطوره مثلا وراثيه او تحدد كعائله مثلا عندهم هذه الاصابه، فهذا ياخذ علاج بطريقه يوصف اللي هي الطبيب وينطيه علاج مميع للدم اللي هو ضد اللزوجه، زياده اللزوجه. هذه ياخذها بصوره مستمره وطبعا دائما يراقب نفسه ويراجعها، هذا حتى يمنع في حالة وجود مرض وراثي. أما الأمور الأخرى هو إزالة عوامل الخطورة. صحيح. يعني الإمرأة الحامل تتحرك. صح. من تسافر بسيارة مثلا، إحنا ننصح دائما سياقة لمدة ساعة يجب أن تكون وراها مشي لمدة خمس دقائق. صح. ما يصير سبع ساعات تسوق أو تقعد الطيارة لمسافة طويلة تمشي داخل الطيارة. الشخص اللي ما يقدر يتحرك ومسوي عملية أو عنده إصابة بالحبل الشوكي لازم أكون أسوي له مساج. مثلا تقليل الوزن، تقليل التدخين، الرياضة، اللجوء للرياضة هذا يمنع هذا الموضوع.
فهذه تجنبها بهذه، تجنب العوامل الخطورة، تجنب المسببات. أكيد أكيد. يمكن ذكرت نقاط كلش مهمة دكتور. إحنا يمكن روتينا اليومي الحالي حتى شباب مو بس الكبار بالعمر، أنت يمكن ذكرت قلت الكبار أو أشخاص اللي يخضعون لعملية جراحية، إحنا اليوم أصلاً حتى الشباب تشوفهم طول الوقت قاعدين على الموبايل أو على الكمبيوتر، حتى روتينا العمل بالعمل إنه يطلب من عندك إنه أنت تكون قاعد بمكان وما تتحرك. فنقطة جميلة جداً وممكن مهمة تكون لأشخاص حتى يتجنبون الإصابة. زين دكتور، إذا حكينا بالتدخل لحل هاي التخثرات، هل يكون عادة جراحي أو هو فقط قلت أدوية تلين الدم بشكل عام؟ العلاج مالتها بمجموعة خطوات تبدي تصاعديا. نبدأ بالعلاج الدوائي اللي هو الأسهل، نعطي أدوية كذا، لكن مرات تنفرض علينا حالة مثلا شريان مغذي لأسفل للقدم مثلا، صار بيه تخثر ونسد، يعني دم بده يوصل للقدم، ما هي اذا نتركها حولنا القدم الى راح يصير بيها جنجرين، لانه يصير بيها دم يوصلها، فبالتالي يصير اجراء لازم اكثر يعني قوه، مثلا قسطره. القسطره تفشل ممكن نلجأ الى الجراحه، نفتح وننظف ونربط من جديد. ف يعني نبدي بالأدوية والعلاجات والعلاج الطبيعي والمساج للمنطقة حتى نمنع حدوثها، إذا احتاجنا تداخل أكثر هو القسطرة، وممكن أن نوصل إلى الجراحة. ممكن توصل إلى الجراحة. نعم يعني. طيب دكتور، من هم الفئات العمرية اللي أكثر عرضة لهال التخثر؟ التخثر مثل ما ذكرت لكم إذا كان وراثي فيشمل كل الأعمار، ماكو ممكن يكون وراثي يعني. ممكن يكون وراثي، أكو يعني خلل وراثي في تخثر هاي مثلا عائلة معينة مثلاً. ويتسبب أنه طبعا يسبب خثرة متعددة عندهم تصير. الأعمار الأكثر إصابة هم القليلي الحركة كبار السن، لكن ماكو عمر محدد. يعني احنا شفنا التخثر بحامل عمرها 18 سنة، شفنا التخثر بشباب مثلا تعرضوا إلى إصابة بالحبل الشوكي وعمره مثلا 20 سنة. يعني ماكو عمر محدد، ما نقدر نقول هذا يصير بس بهالعمر، لا هو يصير بكل الأعمار، بس أكو كبار السن طبعا أكثر عرضة لهذا. والنساء الحوامل أيضا لهم لنفسهن ما تراجع الرعاية، ما تراجع الطبيبة، ما تأخذ النصائح بصورة صحيحة، تقعد تكسل نفسها، فهذا ممكن أن يصير عندها. طيب دكتور، يمكن أنت حكيت عن عامل الوراثي، إذا احنا حكينا بالعوامل الخارجية اللي تسبب التخثرات وحكينا عن نظامنا الغذائي اللي هو دسم، أنت ذكرت هذا الشيء بالبداية، شنو هي الأكلات، شنو هي المكملات اللي ممكن واحد يأخذها وتقلل أو خلينا نقول تبعدنا على الأقل من الإصابة بالتخثرات؟ يعني من ضمن النقاط اللي تزيد التخثر يعني كأعراض تتعلق بالغذاء، مثلا تناول الدهون بشكل مفرط وعدم السيطرة على نسبة الدهون بالدم، الثلاثية، الدهون الثلاثية والكوليسترول، هاي نقطة. عدم السيطرة على مرض السكري مثل إهماله، أيضا ممكن أن يكون عرضة لالتهاب الأوردة وبالتالي تكون هي سبب في وجود التخثر. ضغط الدم الغير مسيطر عليه المهمل، وبالتالي احنا ننصح الشخص انه مثلا ابو السكري ياكل اكل منتظم اللي يخلي السكر مالته منتظم، مثلا تناول الخضروات والفواكه والفيتامينز هذه كلها بصوره دائميه وعدم اهمالها. نعم، بوجود تشيك مستمر كل 6 أشهر إلى سنة، يشيك نفسه حتى لو ما عنده أعراض، يشيك نسبة الدهون، هذه عوامل تقلل لنا الخطورة. فطبعا احنا نعرف الأكل الصحي ونعرف الأكل الغير صحي طبعا. طيب دكتور، أنا ذكرت بالبداية قلت أنه أكو سطحي وأكو العميق، شلون الشخص يقدر يفرزن أنه بين هذا سطحي وهذا عميق؟ يعني لأن أحيانا مثلا واحد ما يعرف أنه هذا العميق وواصل لهالمرحلة. التخثر السطحي يصير بالأوردة الشعرية السطحية، يحسها ويصير إحمرار يرافقها وبعض الألم، حرارة بسيطة وتزول، يعني هي تزول ما لها قيمة. لكن العميقة لا، تكون يرافقها ألم، يرافقها ارتفاع في درجة حرارة المنطقة، ويعني تورم، تفرق عن السطحية. السطحية يمكن نعتبرها تحسس جلدي في بعض الأحيان، هي تخثر بسيط نعتبره تحسس جلدي، نقول منطقة صارت حمراء يومين وراحت ثلاثة. عموما هو الموضوع لازم واحد ما يهمله، يعني لازم يعني صار عندك هاي الحالة لا ضير انه تراجع طبيب، تاخذ استشارته، ويجوز هي هذه فد مؤشر
احنا نسمي فد الارم معين ينطيك انه ترى هذا المريض عن طريق تحليل او عن طريق الدوبلر نكتشف شيء اخر، ممكن ننطي حباية مميع للدم ونمنعه من تخثر حقيقي يصير بالمستقبل. صح صحيح كبير. احنا دائما نحكي نقول دكتور اكو تخوف، احنا من ننصاب بمرض او نحس باعراض دائما يكون اكو هذا الشعور يكون مصاحب بهلع انه انا جبيه ليش هيك دا يصير، فيلتجئ ممكن الى جوجل او اي موقع بحث حتى يشوف شنو العوارض ويقارنها باعراض مرض اخر. اكو يمكن هواي دا يتابعونا يمكن يكون عندهم الاعراض بس ما يعرفون شلون يبدون ومن وين يبدون، من شنو هي اول خطوه، من هو الطبيب المفروض هم يستشيروه حتى يعرفون ويسوي التشيك على حالتهم؟ يعني الحقيقه هو كل الاطباء معنيين بهذا الموضوع، يعني اطباء الباطنيه مع اطباء الجراحه يكونون هم لهم، يعني احنا مثلا ذو شان يعني هم اي بالنسائيه مثلا من يصير تخثر اورده عميقه يستشيرون احنا نروح نعالج. فاستاذ زين احنا تدري كورونا اعطتنا درس، هاي التجربه مالتنا اعطتنا درس، فسوت انا برايي سوت ثوره بالنهضه الطبيه باتجاه الثقافه. يعني قبل احنا ما كان احد يراجع طبيب اذا ما هو مريض على الاطلاق. صحيح. وهذا كانت قاعده مو عندنا ترى بالعالم كله، يعني عدا اللي عندهم تامين صحي اجباري. فاحنا الثوره اللي صارت هاي يجب ان نستثمرها، احنا كنا محبوسين ببيوتنا. يعني الناس محبوسه ببيوتها وتتمنى اكو احد يحكي وياها. صحيح. اتمنى احد ينصحها. هسه احنا هاي من بدنا نحكي عن طريق قناه الشرقيه وبرنامجكم الموقر، بدنا نحكي عن هذا الموضوع حتى الناس ننطيها صوره، نقول لهم يابا انتم وصلت مرحله صحتكم هي اهم شيء في الحياه، يعني انت حتى تقدم وتكون انت يعني عنصر فعال وعنصر ايجابي في حياتك وفي عائلتك وبنائك، يجب انه تكون صحتك هي فول حتى تقدر تقدم العطاء الافضل، صح؟ فانت لا تنتظر تتمرض فد نوب، ابحث عن تشيك عام، ابحث عن اعراض بسيطه ولا تخاف، هو مرات انت اكتشاف الشيء مبكر ينهيك من ازمه حقيقيه ويمنع عنك مضاعفات المرض الحقيقي. فطبعا اكتشافه بشكل مبكر ينطينا فد شيء ويخليك انت تفضل يجوز بعلاج بسيط بتمرين رياضي بتغيير لايف ستايل، تغير نمط الحياة كافي يكون للعلاج هذا المرض اللي ممكن يكون خطير. أكيد. إذن دكتور مصطفى خليل شكرا لمعلوماتك القيمة. يا رب المشاهدين مين استفادوا، وأي أحد عنده الأعراض رأسا مباشرة يروح منها سوى ما يهمل روحه. شكرا لك دكتور. إذا مشاهدينا احنا مستمرين وياكم بباقي فقرات برنامج صباح الشرقية، وأكيد نذكركم بسؤالنا التفاعلي اللي هو ما هو ترتيبك بين إخوانك بالعائلة، وأيضا هل أنت مسؤول عنهم أو لا؟ دا أشوف بعض التعليقات اللي هم كاتبين أنا الأول والأخير والأمر انتهى كل شيء علي، يعني هو لا مدلل ولا هو أنه كلش الأمور عليه، يعني هو دائما نشوف الشخص الوحيد يكون الطفل الوحيد دائما نشوف أنه يدللوه، بس همنا بالنهاية العاتق والمسؤولية تكون عليه بالنهاية. أكيد. هنا أنا عندي شخص ما اسمه ما مذكر، الوحيد والمتحدث الرسمي، يعني هو هم الوحيد وهم من المتحدث الرسمي. هنا طبعا أكو هواية تعليقات على الأخ الأكبر والآخر عنقود، يعني صدق يضحك. هنا أنا يقول أنا أصلا آخر العنقود وما عندي أي دلال ولا ما حد مهتم بي بالبيت. تخيل هواية أكو من هالأمور. إذا مشاهدينا نرجع نقرأ تعليقاتكم وآراءكم، بس خلونا نروح إلى هذه التقرير. الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة مستمرة في صلاح الدين، واللي اليوم حنروح وياكم بتقريرنا حتى نشوف الكرنفال اللي أقيمه بأحد الجامعات كمبادرة ودعم وتشجيع للنساء والموظفات من مختلف الأقسام. خليكم ويانا نشوف التقرير وراجع لكم. أصبحنا اليوم على احتفال بعيد المرأة، لأن المرأة عضو مهم ومنتج بالمجتمع يستحق كل التقدير والاحترام. المرأة هي أم، هي زوجة، هي ابنة، وأفضل هدية أنه يقدمها الآباء لهذا المجتمع أنه يطلعون ابنة ناجحة واعية مثقفة
تعرف شنو هدفها بالحياة، تعرف شلون تقرر تتخذ مصيرها بالطريقة الصحيحة. طموحات وتطلعات لدى المرأة؟ والله صراحة احنا النساء يعني متطلعات لكل الامور الايجابية، كل الامور اللي بيها استفادة، كل الامور اللي تطور من خبراتنا بالحياة وبنفس الوقت تضيف لنا. والله نعم هي تختلف، انه حاولنا انه تكون شوية شيء مختلف باطلاق البالونات، والفكرة من اختيار البالون هو انه المرأة تشبه البالون، يعني تمكينها، اطلاق حرياتها، معرفة حقوقها، هذا المفترض انه من فكرة البالون، من اختيار خلال اختيار البالونات. بالونات تطلعات او احلام لدى المرأة في هذا اليوم؟ اكيد احنا نتطلع انه المرأة تاخذ دورها اكثر في المجتمع، تعرف امكانيتها، تعرف ما هي الحقوق والواجبات اللي عليها وتقدم اكثر، خصوصا احنا كنساء اكاديميات نعمل في الجامعة السامراء ضمن وزارة التعليم العالي، نطمح انه نقدم اكثر واكثر. أكيد إحنا اختلاف الألوان، لأن إحنا الشعب العراقي تعرف متكون من أطياف متعددة، فكل لون يمثل طيف أو طائفة معينة أو قومية معينة، هذا الفكرة من الموضوع. طبعا بالبدايه خليني اهني المراه بعيدها، كل عام والمراه المكافحه الشامخه بكل خير في كل انحاء العالم في كل مكان. اكيد احنا نتمنى انه المراه تاخذ كافه حقوقها، اكيد المراه اللي توصل الى صنع القرار، اكيد المراه اللي تكافح وتناضل تريد توصل للمساواه، المساواه في العداله امام القانون. طبعا اليوم عندنا كرنفال بمناسبة عيد المرأة، كان هذا الكرنفال بمتابعة وحدة تمكين المرأة، وأيضا مع مجموعة أو خلية من الأقسام، وأيضا عدد كبير من الموظفات والبنات هنا في الجامعة لتحقيق أو تشكيل أكبر عدد من التوزيعات لتوزيعها على النساء بهذا اليوم، والموظفات والنساء بشكل عام. شنو الأشياء اللي وزعتوها؟ يعني شنو الأشياء اللي كتبت عليها؟ طبعا سوينا مجموعة من الورود وكتبنا عليها عبارات انه تهنئة للمرأة، هي يعني كشيء رمزي انه يشجع المرأة ويحببها بنفسها وانه يخليها تكون اكثر قوة وانجازا، وايضا يعني مجموعة ايضا من راح نطلق اليوم عدد من البالونات، كل قسم سوى لون معين يعني يختص بقسمه. مشاهدينا رجعنا لكم من بعد ما شفنا التقرير الأكثر من رائع بيوم المرأة العالمي، اللي أكثر من أماكن شفنا الجامعات والمدارس اللي سووا واحتفلوا بهاليوم وذكروا بهاليوم بالورود وبالهدايا الحلوة بلمسات بسيطة، لكن من سوى هاليوم اللي هي تكون المرأة؟ شنو رأيك؟ وكل يوم عيد مرأة جوزار، كل يوم محتفلين بنفسنا، كل يوم مو كل يوم لازم دور المرأة في المجتمع، وأيضا يعني دور كلش كبير وعظيم، هي أخت وأم وزوجة وبنت، فكل يوم هي عيدها وكل يوم مبارك لها هذا العيد، وهاي نشاطات مستمرة مثل ما شفتي أنه بكل أماكن دائما يحتفلون ويستمرون بهاي الاحتفالات. إذا مشاهدينا نذكركم بسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، قولوا لنا أنتم شنو ترتيبكم بالعائلة وشنو هي المسؤوليات اللي تترتب عليكم كأفراد وكأبناء في العائلة. هنا تقول ضحى الكبيرة والقائد العام للعائلة، تشوف شنو هاي الألقاب اللي دا نسمعها ودا ينطوها لنفسهم؟ ما أعرف هاي الألقاب تصاحبها مسؤوليات أو هي فقط ألقاب متحدثة رسمي، شنو يعني بالضبط؟ يعني راح يكون أكو يا مسؤولية كبيرة مو؟ علاوي دا يقول هم أني الوسطاني شوي ماخذ من مسؤوليات الكبير ومن دلال الصغير.
بدها تشوف ايه يعني ماخذين منها ومنها خير الامور اوسطها يعني بالضبط. بس محظوظين. عندك ايه عندك التسلسل الثالث واحد بالعائله ما تعرف هو اللي لا هو يعني. اللي مثلي لا هو وسطاني ولا هو كبير ولا هو صغير بس المهم موجود. إذا مشاهدينا من تعليقاتكم راح نروح لفقرة أخبارنا المنوعة لحلقة هذا اليوم ونبلش وياكم بخبر فريد من نوعه مشاهدينا. طبعا كلنا نعرف يعني من زمان مدى أهمية حفل جوائز الأوسكار واللي يعتبر من أضخم الأحداث الفنية والتي تقام سنويا بأمريكا، وأكيد السجادة الحمراء هي جزء ميجزء من رمز خاص بالحفل. وهالسنة وبنسخته 95 قرروا مستشاري الابتكار ليزا وراؤول الكشف على احدى او عن احدى التغييرات الجذريه، وهو تغيير لون السجاد الى لون البنفسجي. ويرجع تاريخ السجاده الحمراء بجوائز الاوسكار لعام 1961 بنسخته 33، لكن ذاك الوقت ما كان اكو الوان بالتلفزيون، فاول مره انعرف لونها كان عام 1966 لما طبعا هذا الشيء انعرض وانعرض الاحتفال على الشاشه بالالوان. شنو رايي يعني برايك ليش تم تغيير اللون الى لون ما اعرف يمكن من اللون من اللون، بس انا بصراحه اشوف السجاده يعني اللون ما اعرف الاحمر تحسه هيك راقي بال يعني هيك ملكي، لان هو انعرف بهاللون ما تغير لونه على غير شيء تحسه عادي يعني السجاده مال البيت ماكو اي تغيير ولا اي اختلاف. اللون اللي نشوفه هو اللون البيجي مو الى البنفسجي. بس غريب انه انا همين اشوف الاحمر يمكن يكون شويه له هيبته ونعرف بالضبط هيك تحسه مال الملكي. البيجي ما احس يكون كلش فتشي واو، ودائما احنا من نذكر نقول فتشي نقول انت راح تمشي على السجاده الحمراء مو راح تتبدلها ستصير السجاده البيجيه والبيضاء. ان شاء الله يبقى الاحمر وما يصير بيجي، لان انا اشوف الاحمر له هيبته اكثر. بس تغير يمكن العام الجاي اذا يبدلون مو. إذا مشاهدينا ننتقل إلى خبرنا التالي وياكم بأخبارنا إلى امرأة أمريكية اسمها لورين دخلت التاريخ بقيادتها لطائرة حربية مقاتلة أسرع من الصوت وهي حامل. وقالت لورين أنه هي فكرت وتشاورت ويا زوجها اللي هو أيضا رائد وضابط أسلحة، وقرروا اثنينهم بعد استشارة القوات والأطباء أنه حيقومون بهالمجازفة. وهالشيء اللي ساعد بهالخطوة هو إزالة وزارة القوات الجوية للحواجز اللي تعيق القدرة على جذب الأفراد الأكثر موهبة والحابين الخدمة بهالمجال والاحتفاظ بهم، بالإضافة للطائرة المزودة بمقعد قابل للقذف أثناء الحمل، وتم اعتبار جنينها اللي بطنها من أوائل الأطفال بوزارة الدفاع اللي قطعوا 9.2 ساعة على متن طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت. يعني تخيل زين انه هل هل هالشيء مجازفه كلش كبيره على حياه الجنين، والله حياته هي متعوده عليه، بس حياه الجنين يعني 9.. يعني انا اشوفها فتشي ايجابي، اشوف انه هذا هم من ابراز لامكانيه المراه وشنو ممكن هي تكون قادره حتى تسوي. زين صح كلامك، بس احنا المراه الحامل عندنا رياضه مرات يستصعبوها. صحيح. فما بالك بهالمجازفه، احنا دائما نشوف باخبارنا المنوعه اخبار غريبه ويعني شويه مجازفه اكثر. اكيد بننصح المراه الحامل انه تقوم بهاي العمليه الخطيره، لكن همنا مثل ما قلنا هي نوع من ابراز قدرات المراه. اكيد. وهاي يعني الاشخاص اللي يقولون انه المراه ما ممكن تسوق سياره، لا ممكن، لا ممكن تقود طياره حربيه. اكيد. اذا مشاهدينا انتقال الى خبرنا المنوع الاخير لحلقتنا لهذا الصباح، وهو خبر همنا غريب ما يقل غرابه عن خبر اللي سمعنا مع جوزار. سامعين اكو بالدنيا الدنيا تزغ مطر، لكن ما اعتقد مر عليكم انه الدنيا تمطر ديدان. طبعا هالشيء صار بالعاصمه الصينيه بكين، مثل ما نشوف مشاهدينا بالفيديو السيارات كلها مغموره بهالمنظر واللي فسرته احدى الصحف البريطانيه المعروفه على انه ظاهره علميه غير معروفه اسباب. وبعض قالوا انه هاي الديدان هاي مو ديدان وانما هي ازهار الشجره من نوع الحور واللي تشبه
إلى حد ما اليرقات اللي تتساقط أو لما تتساقط، وآخرين قالوا أنه الرياح القوية هي اللي جابت خلينا نقول هاي الديدان أو اليرقات. منظر شوية ممكن يكون مخوف للبعض، صح، بس دي حدثة ما عرفنا شنو مصدر هاي الظاهرة وإذا كانت صح ديدان أو هي يرقات. بس زين إذا ديدان فهاي من صالحهم رأسا يلموه ويسووا طبق رئيسي، طبق رئيسي بالصين مو؟ لأنه هم أكلاتهم دائما تكون غريبة. سبحان الله، وصارت بالصين يعني ما صارت بمكان ثاني. يعني حتى شنو رأسا يجمعوه لو مرقة لو شوي يسووه هم. اللي دا أشوف أنا ما أعتقد يكون ديدان، أنا هم أقول يمكن يكون نوع من ال خلينا نقول شيء متعلق بأوراق الشجر. بس أنا دا أشوفه ديدان لأن أوراق شجر ما يعني ما تكون هذا النوع، ما يكون هيجي لازق على السيارة يعني دائما رأسا يوقع يتساقط، لكن هذا مبين إنه أكو. هذا خبر غريب همين صدق يعني خبر غريب ومن صالحهم جتي حتى رأسا الوجبة مال اليوم يكون حلتها جوزة وجبتهم الخاصة. إذا مشاهدينا نرجع نذكركم بسؤالنا التفاعلي، نشوف أنتم شنو تسلسلكم وهل أنتم مسؤولين عن العائلة. طبعا هنا علاوي يقول أني الخامس بالترتيب العائلة، لا الأول ولا الأخير ولا الوصاني، فأني معفي من كل المسؤوليات اللي تترتب على أخوية شبير وأختي الصغيرة. طبعا هنا شفت تعليق همينة الوسطانية بس الكل يسمع كلامي. هو شوف كل من بالبيت إلى مثلا شخصيته إلى مسؤوليته إلى يعني فد شيء خاص بالبيت، فأكو مثلا يمكن الكبير ما يسمعون بكلامه بقد ما يسمعون الكلام الوسطانية أو الصغير بالعمر، فحلب يعني حسب الحالات اللي هو يكون بين الأفراد العائلة وحسب هو شغله شنو يكون. مثلا إذا هو مسؤول عن البيت وإذا هو عنده شغل ووظيفة ويصرف على البيت ومسؤولية، فهو هذا يكون كلامه مسموع من كل الجوانب. زين إذن مشاهدينا لهنا وصلنا لختام فقراتنا وختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا ويانا، نلتقيكم بحلقة الباكر بنفس الموعد. باي باي. مع السلامة.